افريقيا على شاشه قناه MBC مصر. في البدايه بنعزي انفسنا وكل الوسط الرياضي والاهلاوي في وفاه العمري فاروق، وبنسال الله ان يسكنه فسيح جناته. خبر احزن الجميع لما يمتلكه العمري من شعبيه كبيره وحب كل الجماهير، ليس الاهلاوي فقط بل كل الجماهير. النهارده كان مشهد مهيب في جنازه العمري فاروق لكل الناس كانت موجوده بصراحه، يعني كل الناس كانت جايه بحب وامتنان وحزن كبير جدا 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 بتنعي العمري فاروق الى مثواه الاخير، وان شاء الله ربنا يدخله فسيح جناته. وبنعزي اسره النادي الاهلي كلها بدايه من مجلس الاداره للعيبه للجماهير لكل من ينتمي الى النادي الاهلي وينتمي الى الرياضه المصريه. يعني خبر احزننا جميعا، ربنا يرحمه طبعا ويدخله فسيح جناته. دي لقطات النهارده من تشييع جنازه العمري فاروق، صلاه الجنازه. النهارده كان الناس حزينه جدا جدا جدا. وداعا العمري فاروق، وداعا رمز من رموز الإدارة الرياضية في الألفية الثالثة، اليوم رحل عن عالمنا اسم عملاق في مجال الرياضة المصرية، العمري فاروق وزير الرياضة السابق بعد أزمة صحية قبل أسابيع. العمري فاروق اسم لا ينسى، كما وصفه الأهلي في بيانه الرسمي، ابنا مخلصا من أبنائه. ويعتبر العمري فاروق من أبرز من درسوا علم الإدارة وترجموه لواقع فعلي عبر مسيرة ذهبية بدأت في عام 2000 حينما انتخب عضوا لمجلس إدارة الأهلي تحت السن، كما أشرف على عملية التحول الرقمي الكامل في النادي، وانتخب عضوا بعدها فوق السن للأهلي في دورتي 2004-2009، ونال ثقة الجمعية العمومية باكتساح، سواء ضمن قائمة حسن حمدي رئيس النادي أو كمرشح مستقل، ثم اختير وزير للدولة لشؤون الرياضة بين عامي 2012-2013، وابتعد أعوام قليلة بعدها عن المجال الرياضي قبل أن يعود للظهور مجددا في انتخابات النادي الأهلي مرشحا لمنصب نائب الرئيس في عام 2017 مع محمود الخطيب في قائمة واحدة، ليكتسح الانتخابات ويبدأ رحلة جديدة في مسيرته الرياضية. شهدت عودة الأهلي للسيطرة على لقب بطل دوري أبطال إفريقيا، ثم أعيد انتخابه بالتزكية نائبا لرئيس الأهلي في عام 2021 بعد أن نال ثقة الجمعية العمومية، وظل يعمل لآخر لحظة من عمره حتى رحل عن عالمنا بعد أزمة صحية كبرى في الساعات القليلة الماضية، لينعاه كل عاشق لكرة القدم المصرية. النهاردة قابلت كابتن خطيب، كان حزين جدا جدا جدا، وراجل تعبان، يعني كان تعبان وكان حزين. النهاردة ما قدرش يتمالك نفسه، يمكن بقى الخطيب بعد ما ودع ووصل العمري فاروق إلى مثواه الأخير داخل المقابر، يمكن خرج من غير حذاء وقعد كده الراجل، يعني مش قادر يربط الحذاء بتاعه ويلبسه. كان شعور صعب جدا، وكل الناس كانت بتودع العمري فاروق من قلبها بصراحة. يعني الراجل كان غاية أو دمس الخلق، وكان محبوب من الناس كلها، وده اللي ظهر النهاردة. في البداية برحب بضيوفي الكبار، نجم مصر وكابتننا الكبير كابتن حسن شحاتة. أنا بكابتن حسن شحاتة والبقاء لله بنعزيه، يعني البقاء لله من ربنا يرحمه إن شاء الله، الله يرحمه ويحسن إليه. طيب كابتن حسام حسن عميد، البقاء لله وبنعزي العمري فاروق طبعا. بقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، ويعني شخصية محترمة جدا، وبنعزي طبعا اهله، وبنعزي كل الناس اللي بتحبه، وكل جماهير مصر كلها مش جماهير النادي الاهلي بس، وكلنا لها يعني. يعني الله يرحمه يعني.
طيب هنبتدي بقى معانا اعزائي المشاهدين. خلاص احنا ليلة مباراة مصر